طراز، هاي، مرحبا كروزة، شو شيتا؟ ليلى ليلى، مرحبا، يا أهلا وسهلا بيلا، عيش السرديلي، وعليكم السلام، زينب، أهلا وسهلا، وعليكم السلام، ميرا الجميلة، عالم أم فدا، وعليكم السلام، نانا، وعليكم السلام، قرمت بونسوارين أمل ميمة، مرحبا، أريد جوج بسرعة، طيران يا حبيبة قلبي، خديديج الشابة الفاتنة، وبعدك عيشة، واحد عيشة، حاضر، يلا يا كرز، هاتي السؤال عيشة، لأن سبقك كرز، فغادي نديرو سؤالين الكرز وبعدين عيشة السرديلي. أوكي، منى أوسا، أهلا وسهلا، يا مرحبا، لويزا، مرحبا، ليلى الحلاوي، شيكولا، يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟ مواحات، إن شاء الله إن شاء الله يكون فالكم خير، وإن شاء الله تستفدوا على الفال. قلت لك فال الأول على الحنطي هذاك، واش شافني اليوم؟ لأن رحت أماكن عمل. حنشوف هل رمقك الحنطي، حنشوف شافك ما شافكش. فان شاء الله يكون خير يا رب. غادي يكون هذا الفال ديالك وهذا الحد ديالك، مع واش هاد الحنطي هذا يقدر يكون شافك اليوم. اهلا وسهلا، بونسوارين القنطرة، إليا لونطون ما طليتيش علينا، لاباس عليك، نشطة نشطة، احوالك طيبة، كاين شي برد عندكم القنطرة؟ لطوف، هذا حنطي يظهر لي في الفال، ماشي هذاك، عرفت، ماشي اللي كيبدا اسمه بالالف، نشوف، ماشي اللي كيبدا اسمه بالالف، نشوفوا هذا اللي على بالك، دائما على النية، اللي على بالك، هل رآكي، رمقكي، البيض اللي شافك، شي واحد بيض اللي شافك، وكان متردد انه يكلمك. نعم، لقد رآك حتى الحنطي، نعم، من السيارة، كان جالس في سيارته. فشوفي، يقول لك اللي شافك رجل ابيض، وكان معصب، وكان مقلق ومتردد، باغي يهضر معاك، هذا شافك الابيض، شافك وسط محل او ادارة او مكان، وسط مكان شافك، لكن الحنطي هذا اللي احنا دايرين عليه النية، نعم رآك، ولكن مش داخل بناية، لا، برا، يعني بالشارع، كان جالس في سيارة، يعني كان جالس في سيارة ومتبعك بعينه، ايوه رآك، وحتى هو كان متردد، يا دين النبي عليكم، الاثنين كانوا مترددين انهم يقربوا منك، قالتهم نيلة تنيلهم، صافي لونطون كار جو سوي ترو اوكيبي افيك مون ترافاي و جو سوي ان بو او لا بوفر. الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك القنطرة، ربنا يعينك، الله يعاونك، اخص عليهم على خوفهم ما يختشوش، قلتهم البلاوي،
المهببة تهببهم. اه اهلا يا امينة ملياني. لا مش على انتي اسد. كاين رجالة يا كرز اللي كيخافوا من ردة فعل البنت بالرفض، يعني الأغلبية يخافوا من الرفض، يعني إذا رفضتي هو مشكل بالنسبة لهم. الرفض مشكل كبير. أهلا 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 عطر الجنة، يا مرحبا يا مرحبا، أشرقت وانورت. يا أهلا وسهلا يا مراحب. عليكم السلام ريما 23. بيلا لاباس عليك، تزوجتي يا بيل؟ تخطبتي درتي الحنة؟ فريد مسرور، يا أهلا وسهلا يا مرحبا. وفريد والهواوي وبيلا اللي بغاتك هي جات. وفريد والهواوي وبيلا اللي بغاتك هي جات. او هلا واه او هلا واز دلاوه، هلا واز دلاوه، ويه 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 ويه. قالت لي واش غادي ندخلوا العام الجديد، واش هذا الراجل هذا غادي يتدردح ولا ما يتدردحش ولا يبقى ساكت؟ واش غادي تدردح ولا غادي تبقى ساكت؟ هادي انتي وهذا الحظ ديالك مع الرجل الحظ اللي انتي دايراه في بالك. واش هاد الانسان في 2024 او في بداية 2024 ممكن يتكلم يتدردح يقول حاجة؟ نشوف. ويقول لك هذا الانسان زعما انسان ديال المعقول ديال الجد ديال الزواج، فهمتي؟ واش غادي يتدردح ولا لا؟ ما نعرف، ما ظهر ليش. خصكي تجي انتي هنا، ما جيتيش ما جيتيش. ايوا شوفي، غادي يبقى حب صامت، حب على الساكت. عليكم السلام يا فتوم. فتوم فتوم، الغدة أكلت العصفورات يا فتوم. غادي يبقى على ما هو، عيب والله عيب عيب. قتك نيلة قتك نيلة، اللي بيحب وما بي ما بيصرحش بحبه يجلس يتعذب يتعذب لحد ما يموت، كأنه الحياة معمولة للعذاب. توحشت وحتينا توحشتك يا فطوم. يظهر وبان عليك الأمان كتكنيلة. فقالك هو إنسان جيد وإنسان يحب المعقول وجدي للغاية، ولكني باش يدردح ما بان لي فيه. والو والو. وانتي في حياتك العاطفية كاين امور زوينة. ففي غادي نقولك في 2000 في 2024 الاشهر اللي غادي تكون عندك فيهم اشياء عاطفية تعجبك. شهر واحد شهر جوج بقوة، يعني فرص في شهر جوج، يعني ممكن شهر واحد يكون عندك حاجة ولكني راح تفشل، لكن شهر جوج خصكي تضربي الحديد ما حدو سخون، لان غادي يكون عندك فرص رائعة. وشهر ستة وشهر أربعة هادو هما الأشهر اللي يكون عندك فيهم أمور عاطفية تفرح. كي شهر واحد شهر اتنين شهر أربعة شهر ستة هادو، ولكن شهر اتنين في حاجات رائعة جدا خصك تستفدي من الأشياء اللي تظهر في شهر اتنين. هو ماشي
يا اختي العلم لله ممكن تترى مستجدات ليه، بتسكروا الابواب في وشكو ليه ليه كده؟ عيشة السردي. عيشة، سؤال ولا بصفة عامة؟ حاضر حاضر، نديرو عيشة ونعاود نرجع. اوكي، عيشة بصفة عامة ولا بسؤال؟ لا 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 في الحالة. سمسمة صوصو. عليكم السلام سمسمة، انت اللي غادي يخرج عليك سمسمة هو الضحك بزاف. قال لك الضحك بدون سبب من قلة العمل. اوكي، ما عرف داكشي جا غير هكاك سمسمة. اللي كي يخلي الرجل يهرب منك هو عدم الجدية ديالك، يعني مستهترة. العمل ان شاء الله يكون خير. غادي يكون هذا الفال ديالك يا عيشة وهذا الحظ ديالك بخصوص العمل. هذا الفال ديالك والحظ ديالك في العمل ان شاء الله يكون خير. غادي تكوني مع مجموعة ديال النساء، غادي يكون بيناتكم فرحة. فما عرفت شنو عندك مع مرا كبيرة ومرا متوسطة في العمر على الحاجة الثقيلة. اوكي، اللي كبيرة مزيانة وباغيالك الخير وباغيالك النجاح، واللي متوسطة محسادة محسادة عينها خائبة. دابا اجي نشوفو دابا العمل. شوفي يا حبيبة قلبي ومهجتي، الخط ديال العمل كيقولك انتقال من مرحلة لمرحلة، عندك تطورات الى الاحسن، عندك سفر عن طريق العمل او عقد عمل بالخارج. انا كنعطيك الاحتمالات كلها وحدة فيهم. اذا قلنا انتقال في العمل من مرحلة لمرحلة، عندك سفر عن طريق العمل او عقد عمل بالخارج، عندك تغيير عمل او انتقال في عمل لا محل كاين، عندك عقد عمل او امضاء على عمل. اوكي، فالانتقال تغيير في العمل 100% كاين عندك. عندك مفاجآت واشياء جديدة راح تحصل في العمل. النفسية اللي كانت عندك تعبانة بخصوص العمل صافي، غادي ترتاحي بعد 5 ايام. كاع الضغوطات والمشاكل والنفسية بخصوص العمل راحت. انتي غادي تكوني في مجمع كبير ديال الناس، لقاء، اجتماع، محاضرة، الله اعلم. كل الناس تعزك الا هاد بنت الحرام هادي، البيضة الطويلة الرقيقة المحسادة. سمعتي؟ فاذا نعاودها لك، الخط ديال العمل انتقال من مرحلة لمرحلة، عقد عمل بالخارج او سفر للخارج عن طريق العمل، انتقال من عمل لعمل او تغيير عمل او امضاء عقد بخصوص عمل او ترسيم في عمل، ومفاجآت واشياء جديدة، الضغوطات اللي عليك بخصوص العمل زائلة بعد 5 ايام. سمعتي؟ وغادي تكوني في واحد المجمع كبير ديال الناس، كلهم غادي يكونوا مزيانين معاك الا هذا البنت الحرام. هذا البنت الحرام البيضه الطويله الرقيقه، وكاين واحد الراجل كيغار منك، اما الاخرين كلهم مزيانين.
برك على مولاها صدر جلدهم، برك على مولاتو صدر جلدته. او هلا والحياة العاطفية شوية عندك بلوكات مع شي راجل بيض، راجل بيض كيبغيك كيحبك، عندك معاه صلح رجوع او باغي يعزمك، ولكن كاين بيناتكم بلوك انتي وياه، او اصحار كاينه عليك كتعقد لك الامور مع هذا الشخص هذا اللي هو بيد. اما العتبه عندك رائعه، زهره، خير بركه في العتبه هاد الاربعه ايام او الاربع اسابيع المقبله. الا كنتي كتسناي شي عقد ولا شي ورقه خاصه بعقار فغادي تحصلي عليها خلال الاربع اسابيع المقبله، اي ورقه خاصه بالدار. وتعالي امل كتبكي، ما كان بغيش لي كيبكي، ما تبكيش، ما كان بغيش انا الايموجيهات الخايبين. فنعم واخا ربنا يسعدك يا عائشة، ان شاء الله ربي يسعدك وتنالي المراد ديالك. غادي يكون هذا الفعل ديالك حب الملوك، غادي يكون هذا الفعل ديالك. هادي انتي، عفوا 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 عائشة، هذا الفعل ديالك وهذا الحظ ديالك بصفة عامة. نشوفو هل في جديد في الأيام المقبلة، هل في جديد في الأيام المقبلة. بعد السحب هذا غادي نسحب لكم، بعد ما ندير الحب الملوك السؤال الاول والثاني غادي نسجل الاسماء ديالكم وندير لكم السحب. ايوا قال لك راه كاين واحد الراجل السمر كيحبك، وكاين شخص جديد غادي يدخل في الحياة ديالك. بلا ما بقيت تعصبي، قال لك مبقيش تعصبي مبقيش تغضبي، تيك ات ايزي. اوكي فشوف يا حياتي، المهم هنا شنو تيقول لك، تيقول لك هنا كاين راجل حنطي جايب الحاجه الثقيله او هديه غادي يدخل العتبه، يمكن طالب الصلح او غادي يدخل من اجل الصلح، او جايب لكم مبلغ مالي او جايب لكم هديه هاد الحنطه وغادي يدخل العتبه. انت غادي تكوني مهتمه بطقوس ابخره، بحال غادي تكوني كديري تنظيفات للبيت. وكيقول لك انت اذا كانت عندك مثلا اوراق خاصه بعقار او عقد او اي شيء خاص بالاوراق كانت عندك عليه عراقيل او تاجيل او تاخير، فهاد الاسبوع او العشر ايام المقبله غادي تحصلي عليها. وعندك لقاء مع رجل اداري او محامي او موثق، او هو رجل عنده منصب كبير غادي يكون عندك معاه هضره وكلام، وعندك معاه النصر هاد الانسان هذا. وكاين رجل حنطي غادي يتصل بك، هاد الحنطي قريبا في الهاتف، فهاد الحنطي اللي غادي يتصل بك هو اللي غادي يدخل العتبه بفلوس او بهديه. تيقول لك هنا ردي بالك من امرأة سمراء او بنت سمراء هاد الست ايام هادي، فإلا جات زارتك شي وحدة هاد الاسبوع هذا او الست ايام المقبلة جات زارتك في الدار فردي بالك منها، لان عينها خايبة او باغي تعقد لك الامور او باغية تقول لك حاجة اللي تحط بها من قيمتك او تفشلك، فما تسمعي لهاش. الا هي جات غير تشكي او تنتقدك او تنزل لك المعنويات ديالك فقولي لها سيري بحالك ما عندي ما ندير بك. اوكي هنا يقول لك هناك رجل ابيض ينظر الى عتبة بيتك، هذا الانسان باغي المعقول وكيتجسس عليك وكيراقبك. هذا الانسان كيشوفك في العمل او كتشوفيه في العمل او كتعاملي معاه، اما في العمل ديالك كتعاملي معاه، ولا هذا الانسان هذا كيشوفك كتدخلي لشي اداره وكتعرفيه، هو اجنبي كي ماشي ولد بلادك، اجنبي هذا الانسان. وكاين واحد اخر اللي هو سمر غادي يكون تيحبك وكيشوف العتبة ديالك، وممكن
اختو او شي وحده من العائله غادي تقول لك هذا الشيء، ولكني اشنو تيقول لك الفال؟ بلاش بلاش من هاد عائله السمر، سمعتي؟ وانت باقي زايد فيه زايد فيه، تقول لي انسى ما فات انسى ما فات، يا قلنا الماضي نمحيه الماضي نمحيه، ونحسبوها عاد بدات عاد بدات، اتفقنا معاه حتى انا مع الفيلم ما حبيتوش والله. كنتي انا محبين. اهلا اهلا العشق، اهلا ريتاج مريم، اهلا بيجي بوكس. مين مين دخل؟ مين؟ امل ميمة كانت قبيلة. لا 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 يا حبيبي لا لا، راه كاينين واحد ثلاثة د العفريتات ما درتوش لايك. كيت ميل هاي الميل كيت ميل، جميل 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 جميل. ايوا قال لك الثاني، والعشق له يمشي يكون شي حد يفكر شي حد يحلم. ها نشوفوا قال لك في العشق والهيام والحب والغراميات، واش ما كاينش شي واحد زعما يبان من هنا لنهاية السنة، شي واحد مثلا يبغي يجي يخطب يبغي يجي. هادي انتي نشوفو هل في شخص ممكن يطلبك او يخطبك او يتعرف عليك. إنه الأسمر إنه الأسمر أسمر يا سمر، بيفكر فيك ليل ونهار. الأسمر الأيام هذه الثلاث أسابيع المقبلة، الأسمر بقوة يظهر بقوة، يتجسس عليك ويسأل عنك. انتي كتفكري في الحاجة الكبيرة غادي تفرحي عليها، كنتي كتفكري في حاجة مادية كبيرة فغادي تكون عندك. سدي فمك ما تبقيش تقولي الخطوات ديالك والمشاريع ديالك والأهداف ديالك، قوليهم غير لراسك حتى يتحققوا، عاد ضربي الطر البندير لراسك. فالمهم كاينه شي حاجة اللي هي كبيرة، سيارة، ذهب، حاجة إلكترونية كهربائية، حاجة ماركة كتفكري فيها باغي تحصلي عليها، غادي تفرحي عليها وغادي تزهري عليها. اوكي اللي باين هنا دابا الحب هو السمر، هاد السمر هو غادي يدير المستحيل حتى يتلاقى معاك، باغي يجلس معاك باغي يهضر معاك يفكر فيك بالليل والنهار وباغي يتلاقى معاك، سمعتي؟ هذا هو دابا اللي ملهوف عليكي. وفي واحد ابيضاني منتبه لك ومهتم بك وكيشوف لك الزهر ديالك، هاد الانسان كتعرفيه لانه مشتاق لك وعنده لوعة، ولكنه معصب وقلق، كأنه مرت بينكم خصومة انت وياه، فهو مشتاق لك. اشتقت اليك فعلمني الا اشتاق تيره، علمني كيف اقص قصور هواك من الاعماق، علمني كيف يكون علمني ترارا. اذا غادي نديرو عطر الجنة شوشيتا، ما عندك شوشيتا مشات عاود تاني ياك، خديديج، ميغا، بيلا، بيق بوكس، أمينة ملياني، عالم، أمل ميما، زينب، زينب، لويزا، سارة ميلانو،
راه كاينين 5 د الناس ما دايرينش لايك، ونضرب الحساب ونلقى ماشي قد الموجودين قد اللايك، ما كاينش السحب. اهلا، فاستي فاست فاستي فاست، مرحبا غيتاج غيتاج. اشنو هادي؟ حيت راه كاينين بزاف. هادي ريتا مريم سيليا بي. انا تنقول لكم غادي نحسب، ها هو ده الحنطي، ولكن نيها الحنطي باغي يتلاقى معاك ولكن كاين عليه بلوكات. انتي الحنطي واخا كيشوف الناحية ديالك ولكن ني بحال مربط، ها هو ده كاين في الحظ ديالك يعني، ولكن ني باش يتحرك يدردح كنشوفو شاد راسو. انتي اذا ما درناش هنا، غادي نديرو كرز كرز العشق مع في عيشة السرديلي. واش مازال مازال ولا لا؟ عيشة السرديلي مازال، عيشة مازال ولا مشيتي؟ مشات. اوكي قرمات قرمات مشات. اوكي درناها، درنا سيليا ابيك، درناها صوفيا سو صوفيا سو. هانا تنقولها لكم، هانتوما تقديتو دابا. سيمسيما غادي نعاود نقول لكم الاسماء. بيلا ما درتهاش يمكن، لا درتها. غادي نعاود الاسماء، ياك اللي ما سمعت سميتها غادي تقول لي انا عطر الجنة فيس تو فيس. شو شي التمشات غادي نحيدوها لانها مشات. خديجة خديجة، ميرا، كارز، بيلا، بيج بوكس، أمينة، ملياني، عالم، العشق، أمل، ميما، زينب، لويزا، سارة، ميلانو، فاست فاست، ريتاج، مريم، سيليا، أبل، حلاوي، قرمات، صوفيا سو، وسيم سيما. ياك القنطرة، القنطرة، شكون اللي ما سجلتهاش؟ مين؟ مين؟ زينب درناها، درنا عالم، درنا أم فيدة درتها. إذا صافي، باش ماشي حتجي شي وحدة وتقول لك وتبقاو تقولوا لي اه فلانة منى أوسة. منى كتدخل وتخرج، منى أوسة. غادي نحسب، لقيتهم هما هادوك غادي نسحب لكم، لقيتكم ناقصين ما كاين لا سحب لا لهم يحزنون. صافي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. نجحتوا في الامتحان. يلا دابا غادي نسحب لكم. نعم نعم فغادي يكون الفال ديالكم هذا، غادي نديرو عطر الجنة عطر الجنة عطر الجنة. هذا الفال ديالك كيقول لك هنا عندك ضيوف او ناس غادي تهضري معاهم هاد الايام او تناقشي معاهم موضوع. كاين راجل بيض اللي غادي تستفدي من الارزاق ديالو ومن الاموال ديالو وعندك معاه خير، وكاين رجل حنطي. هاد الحنطي هذا ممكن يكون عندك معاه لقاء، اجتماع، عزومه. وكاينه سيده اللي هي متوسطه القامه،
يعني إنسانة اللي هي جيدة. هذه الإنسانة ممكن تفيدك بأمور كثيرة، أو ممكن تساعدك في أمور كثيرة وفيها خير. هذه الإنسانة غادي تبان لك خلال هذه 10 أيام، هذه كأنها غادي تقدم لك من الخبرة ديالها، من الأفكار ديالها، من التجربة ديالها، من الحكمة ديالها، أو هي جايبة لك بشارة خير. خديديج كيقول لك راجل حنطي، عندك معاه لقاء او صلح. اوكي حاضر يا فاست، خليني فاست، خليني نكمل السحب ومن بعد اعطيني السؤال ديالك. اذا قلنا هذا الحنطي، يا مين يا خدجدج، الحنطي هذا عندك معاه لقاء او عزومة، وهذا الانسان غادي يقول لك اخبار واسرار واشياء جديدة. وكذلك هنا انت ممكن تشوفي الغايب او عندك تعارف مع شخص جديد. ميرا كيقول لك عندك حفل غادي تحضريه هذا الاسبوع، وعندك اتصال مهم غادي تسمعيه كذلك هاد 6 ايام، او رد على طلب. كرز كيقول لك ردي بالك من شي حد ينصب عليك او يسرقك، وهناك رجل اسمر يراقبك. وكذلك كيقول لك شوية رياضة يا كرز. بيلا كيقول لك رجل ابيض مهموم ومغموم ومعصباه، وما كتعرفيش تتعاملي. هاي بيبي معصباه وما كتعرفيش تتعاملي معاه، وكيقول لك غادي تدوز بينك وبين واحد 5 ايام شويه متعبه، وبعد تمر هاد 5 ايام غادي يكون عندك معاه خير، وغادي تزيان الايام مع هاد الابيض. بيجي بوكس كيقول لك عليك عين وحسد على حياتك العاطفيه، ويا حبيبه قلبي ومهجتي كيقول لك ما بقاش تعاود امورك العاطفيه لشخص ما، خصوصا اذا كان اسمر وقصير. أمينة ملياني كيقول لك لا تسافري هذا الأسبوع، لأن السفر هذا ممكن يوقع فيه حادثة سير، أو يوقع فيه غيار، أو يوقع لك حاجة اللي ما غاديش تعجبك. هاد الأيام هذه كذلك غادي تعرضي الخيانة، شي حد مثلا غادي تديري فيه الثقة من الناحية المالية ويخونك. عالم أم فيدة عندك سهر بالليل وتفكير في الفلوس، وكيقول لك من ناحية الصحية هذه الأيام ما تحملي هم. العشق كيقول لك العشق ما تديهاش في الكلام ديال الناس، ولا يهمك لا انتقادات ولا آراء الناس فيك، وحاولي تتجنبي الناس اللي كيحاولوا أنهم يطيحوا منك أو يهدموك، أو يعني كيفشلوك ما كيخليوكش تزيدي لقدام، فبلاش منهم وبلاش مصاحبتهم. كيقولك هنا عندك رجوع أو صلح أو لقاء أو حضور وليمة، وعندك كذلك رجوع مستحقاتك المالية. بيبي كيقول لك عندك فرحة في العتبة، يعني يا إما غادي تفرحي، يعني كاينة فرحة عائلية في السكن ديالكم، وإما أنتي غادي تفرحي على شراء أو بيع عقار. وعندك مع امرأة كبيرة في العمر، هذه ممكن من العائلة أو تقدر تكون قريبة منك، هذه الإنسانة غادي يكون عندك معها فرحة كذلك، أو الفرحة ديالكم مشتركة. أمل ميما كيقولك عليك أسحار يا حبيبة قلبي ومهجتي، والأسحار هذه كتأثر على التفكير ديالك وعلى الدماغ ديالك، إلا ما عالجتيش راسك أوكي بقى العلم المولي لله. أنا هادشي اللي كنقول ديها فيه ولا ما تديهاش، زعما المهم انا كنقول داكشي اللي كيجي. أمل ميما كيقولك راه عليك سحر، وهذا السحر غادي يبقى يتراكم واحد الوقيته. الله يستر، قولي لي الله يحفظ، عمري ما نعاود ندخل عندك في هذا الفن. نقول ولا ما نقولش؟ المهم ما نقولش. ومن بعد عندك انتقال او تغيير من مكان لمكان، او عملية تجميل، او غادي تكوني مهتمة بالرشاقة والجمال ديالك. اوكي نقول الا ما عالجتيش راسك واحد الوقت، الله يستر راه غادي يمشي لك العقل ديالك، الدماغ مشى، يعني غادي يبغيو يوصلوك للهبال. الله يعطيهم لهم هما، الله يعطيهم الهبال هما. زينب كيقول لك الامور الخاصه بعقود اوراق
أمور إدارية هذه 3 أيام أو من هنا 3 أسابيع، أي أمر خاص بأوراق، عقد، شهادة، رخصة، أمور إدارية، أمور عملية. رائع جدا لويزا. لويزا، يا إما أنت غادي تشري حاجة غالية، يا إما غادي تجيك هدية كبيرة وجايك كذلك مبلغ مالي كبير، وغادي تكوني محظوظة مع راسك، ومازال غادي يكون عندك الحظ على هجرة أو السفر للخارج. سارة ميلانو، سارة ميلانو، سارة ميلانو، حتى انت جايك مبلغ مالي او مستحقات مالية غادي تاخديها، سواء الا كنتي كتنتظري مثلا حقوق مالية عن طريق العمل او من محكمة، او حقوق مالية خاصة بإرث، او حقوق مالية خاصة من العمل، او مثلا كنتي في عمل وما كانوش كيخلصوك، فغادي يجمعوا لك ديك الحصيصة كلها ويعطيوها لك دفعة واحدة. إذا قلنا سارة ميلانو هو مبلغ مالي تستحقينه، غادي يوصلك في 3 أسابيع أو 3 أيام المقبلة. فاست 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 كيقول لك إذا أنت كتنتظر أوراق خاصة بالسفر، فحتى انت غادي يكون عندك هاد الاوراق هادي متسهله، ولا كنتي في البلد البعيد وطالب اوراق غادي تكون عندك هاد الاوراق، وكيقول لك غادي تكون محظوظ ال4 ايام المقبله او بالخصوص يوم الاربعاء. ريتاج مريم كيقول لك اتصال هاتفي مهم، هذا الاتصال غادي يهضر معاك شي واحد، غادي يطلب منك السماح او الرجوع، وكيقول لك النفسيه اللي كانت محطمه الاسبوع الماضي هذا الاسبوع تحسي بارتياح. القنطره كيقول لك غادي تكوني كتسهري بزاف في الليل، هذا السهر هذا كله على الدار، كانك غادي تكوني كتسهري، كتقدي الدار ديالك، كترتبي الدار ديالك، كتغيري الديكور، كتصبغي، الله اعلم كتصلحي شي حاجه في الدار ديالك. سيليا ابي كيقول لك جايك فلوس، وغادي تكوني كتهتمي براسك، غادي يوصلوك هاد الفلوس ديريكت، غادي تشري اللباس، وغادي تمشي ديري مانيكور بيديكور، وغادي ديري بروشينغ، وغادي ديري ميكرو بليدينغ، وغادي ديري البوتوكس، وغادي ديري المساج، دوك الفلوس اللي غادي يجيوك غادي تطرقيهم على راسك. وكيقول لك غادي تكون في صحبتك هاد 10 ايام انسانة رائعة. الحلاوي، الحلاوي كيقول لك فلوسك قليلة هاد الأيام، راجل حنطي كيفكر فيك، وراجل بيض مازال غادي تستفدي من الأرزاق والخير ديالو. قرمات كيقول لك شراء شيء ثمين أو هدية كبيرة غادي توصلك، قرمات شخص من الماضي غادي يرجع خلال 4 أيام المقبلة أو ال4 أسابيع المقبلة، أو ممكن هو تعارف جديد. فكيقول لك سواء جاك شي حد من الماضي أو تعرفتي مع شي شخص هاد الأيام أو غير مؤخرا، فخليك معاه، خليك معاه، خليك وبلاش تسافر. صوفيا سو، صوفيا سو كيقول لك هاد 12 يوم عندك عراضة، يعني غادي تحضري السهرة. نعم، يو ار يو بيوتيفل وين يو سينغ، قولي والله، يس 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 يس. كيقول لك يا صوفيا سو عندك مناسبة سعيدة غادي تحضري لها، خطوبة، حفلة زواج، طهور، سبوع، عيد ميلاد، صدقة أو سهرة غادي تحضري لها قريبا. وكاين عندك هنا راجل حنطي كيحماق، بيموت فيك يموت، الحنطي ده بيموت عليكي وحيفاجئك يا اختي بحاجات حلوة. هنيئا لك يا صوفيا سو. هادي سمسمة، سمسمة كيقول لك النفسية محطمة مدمرة، فلوسك قليلة، وأما بالنسبة للصحة العضوية فتمام التمام. منى أوسا كيقول لك عليك العين الحسد، وممكن تكون عليك التابعة، وكيقول لك راه واحد الراجل الأبيض طلعتي ليه الدم للراس، طلعتي ليه القوق في الراس، عصبتي دين مرتيه، شكون هو هاد الأبيض؟ باك، خوك، خطيبك، راجلك، عرفتي راه كل قايص نضحك راه غير كيحشم، وما هو راه يشدك يلوحك من السطح. وكيقول لك ديري شويه ديال الرياضه، ولا ديري تحاليل للاطمئنان على صحتك. تيكي ايوا، تعالى حدايا، افاست تو فاست فاست.
من من بغيتي نشوف يا فست؟ لايق عليك لايق تراري تزعل وتدلل، وقلبي ليك عاشق تراري راضي ويتحمل، طبعك حلو ودي حالتي. نعم يا كرز، نشد لك جوج. كتضحك ما عندكش سنان. الفرماش يا بلا سنان. حاضر حاضر يا كرز. دابا كتب لي على من بغيتي تشوف الأسماء باللون ديال البشرة. نور الهدى ما كنسحبش في اي وقت بغيتي، كنسحب فاش كنبغي انا. انا وهديك البيض. اه حاضر واخ، انت وهديك البيضة خسرتي لي حياتي. حاضر حاضر يا فست وفست. فان شاء الله يكون خير يا نصر الدين، فغادي تكون انت هذا وهذا الحظ ديالك مع ان شاء الله يكون خير هذا الفعل ديال نصر الدين ولد والحظ ديالو مع ان شاء الله يكون خير. يوما كتعصب ابتسم يضحك لا تتعصب، قدامك حاجات جديدة. ها هي حبيبتي القلب، ها انت، هذا قلبك وعقلك، وهذه هي. يا وراه باغية معاك الولاد، يا وراه مازال. ها هي دي راه دابا تكون معاك في الدار. طينيني ها هي، يا وراه كتبغيك، لو مازال بيناتكم الصلح والرجوع. لو راه كتجس عليك وكتراقبك، لو غير خليها دابا ترجع بوحدها. شفتي يسمع دابا، هذا قلبك وعقلك، وهذه هي، وهذا انت بالجسم ديالك. كيقول لك شوف غير دير شغلك، داكشي اللي بغيتي دير، ديك الخدمه اللي بغيتي دير راه مزيانه وفيها فلوس وفيها ارزاق وفيها خير. فهمتي هاد الست ايام هادي ركز غير مع الخدمه ديالك. دابا هي ها هي دي راه باغيه تكون مرتك وباغيه تكون معاك في الدار، وراه كتبغيك وباغيه معاك الولاد، ومازال دير معاها الولاد. غير سكت. وربعه د الولاد تولد لك، غير بلاتي عليك، غير خدم جمع الفلوس باش تقري وباش تشري لهم الحليب وليكوش وتشري لهم اللباس وباش تساريهم. ايه ويلك ويلك. او هاي مع مع الزواج مع الولاد، فن ما تخليكش كاع فين تفنفن، ني هنا ني ليه، وكتراقبك وكتجس عليك، وها هي دي داخله العتبه ديالك. يعني هادي راه ديال مرتك هادي، والحب كاين والصلح كاين، ولا تزوجتي هادي غادي تعيشوا بخير في احسن الظروف، غادي تعيشوا داك الشيء غادي يكون تمام التمام. دابا قالك هاد دابا هاد الايام هذا قالك ركز على هاد الخدمه اللي راك كدير، هاد الانتقال ولا هاد التغيير اللي راك كدير. وهاد 6 ايام شنو عندك؟ هاد 6 ايام وعندك الخير في رقم 6. هذا بنت الا بغيتي تشري، بغيتي تبيع، بغيتي تحط فلوس، بغيتي تكتب، رقم 6 عندك فيه الحظ، وهاد 6 ايام عندك فيه الخير. ونهار السبت بالضبط
عندك حاجة اللي تفرح، النصر قدامك، عندك كذلك انتقال عندك عليه خير، إصلاح عندك عليه خير، خدمة عندك عليها خير، ما عاد شنو عندك مع هذا الرجل الحينطي حتى هو فيه الخير، هذا الرجل الحينطي عندك معاه فلوس، أوكي، الحياة العاطفية ديالك مازال غادي يكون فيها استقرار، لا تخاف، لا تخاف، لا تعقدي الأمور. حتى من ناحية الحظوظ، عندك الحظوظ من ناحية الفلوس، من ناحية اللقاءات، الاجتماعات، يعني حتى إذا كان عندك طاقة سلبية ولا عكوسات فهي زائلة. كاين شي واحد معاك في الخدمة قصور، هذا هو ولد الحرام، هذا هو منين طرد البال. معاك شي حنطي حمراني في الخدمة قصير قزيبون، هذاك هو اللي طرد منه البال، هذا هو ولد الحرام، هذا هو اللي يدير لك المشاكل. لكن الحنطي المتوسط القامة أو الطويل، هذا مزيان، هذا عندك معاه الخير، وهذيك العفريتة ديالك ها هي ديال راه مزيان، راه غير كتدفع عليك كبير، كتربيك زعما، وراه هي كتحماق عليك، وراه كتبغيك، وراه بغات تكون معاك في الدار، وراه بغات تكون مرتك، وراه بغات معاك الولاد، ايوا راه مازال بيناتكم الاستقرار، ومازال بيناتكم لما تشمل ها واحد القردة اخرى طمعانة فيك. هاد القردة هادي باغياك للزواج، هادي راه كدير المستحيل، فهمتي، هادي راه كتنافس، هاد القردة هادي راه منافسة لهادي، تنافسها، ما كرهتش، ولكن انت رد عليها بالظهر على هاد القردة هادي، سمعتي، هادي راه كنت تقول لها غير تكح، تقول لك موافقة، هادي غير تقول لها تقول لك حاضر انا موافقة، اللي تريدو اللي تحبو انا معاك، خليك هنا خليك وبلاش تسافر، حتغيب يومين وتغيب سنة 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 وبلاش تسافر، ده القمر مسافر مسافر، حتى الدار فاش راك ساكن زوينة، الدار فاش راك ساكن زوينة، هاتي يا كرز هاتي. عفوا، خليك هنا خليك وبلاش تسافر، مفلفل ها زواج مع شكون يجي واخا ها بالطاقة الحالية، مع من غادي يجي الزواج ديال، حاضر نشوف، غادي تكوني انتي هادي ونشوفوا زواج خطوبة، شكون أول واحد ممكن يتقدم لك يقرب منك تعجبيه يبغي يهضر معاك في المعقول. صادني في غرامة، غشني في كلامة، غشني في كلامة، صابني في غرامة، غشني في كلامة، غشني في كلامة، أخذ قلبي مني، دابا جاك البيض، ها البيض يفكر في الزواج، وتابع واحد الحنطي حتى هو. ودابا المشكل، دابا انتي الرجال باغيينك وكيسولوا عليك وكيتبعوك، والله يعطيهم ما عرفتش، ولكن ما كيقدروش يهضروا، ها هو الحنطي يحبك ويتمنى اللقاء بك وجها لوجه، وهناك رجل ابيض حتى هو يتمنى ان يفاتحك في موضوع الزواج، هذا الانسان مطلق وعنده اطفال، وكيشوف الناحية ديال السكن ديال البيت، هو مطلق هاد البيض،
هاد البيض مطلق أجنبي أو بيسافر كتير. ها العنطيز الثاني ها هو ده، حتى السمر تي حتى السمر قلبو معاك. ايوا طايح في الحظ ديالك. ها الحين طيح. ايه شوفي يا اختي، يا اختي الرجال كاينين ولكن اللي يجي يهضر ما كاينش. شوفي حتى لك انت خايفة من السحر، فالسحر يخرج يعني الاسحار في الزوال. انتي يعني لك انت خايفة من الاسحار بلوكات فهي زائلة. الاسمر هذا انسان يعشقك وقلبه معك، وجا في الحظ ديالك ولاباس عليه، وعنده فلوس وعنده ارزاق، ومازال غادي يتصل بك هذا الانسان، يقلب على التليفون ديالك حتى يلقاه، فهمتي. وكاين الحنطي، هاد الحنطي هذا بقلبه بعقله بالجسم ديالو كيبغيك، وكيهضر للام ديالو عليك، وكاين في الزهر ديالك حتى هو، ومازال غادي يتصل بك حتى هذا. انتي مهمومة وحاملة هم كبير لحياتك العاطفية، نفسيتك شوية تعبانة. كاين هاد الابيض حتى هو كاين في الطريق ديالك، كيتجس عليك وكيراقبك وكيسأل عليك وكيبغي يعرف عليك. هاد الانسان باغي حتى هو المعقول، انسان اجنبي او بيسافر كتير. تلا كان ولد بلادك فكيسافر كتير. كيني مطلق هاد الابيض هذا، مطلق وعنده ولاد وكيفكر يجي للعتبة، او مازال غادي يدخل هاد السيد للعتبة. فها هما دو كاينين. يلا الدردح وكلمو قتكوني له. هاتي السؤال الثاني حبيبة قلبي ومهجتي وفؤادي. لدراري هالمهمة لدراري، جبدي داك الحنطي وقلبو مشاعرو كدا وكدا وعليا واخا. يا دراري هالمهمة لدراري، انا دراري هالخلطة لدراري، ولا دراري هالمهمة لدراري، انا دراري هالخلطة لدراري. غادي يكون هذا الفعل ديالك يا، ونشوفو هاد الانسان هذا قلبه عقله تفكيره نواياه. اهلا رجاء لقناوي، ايش حال هادي ما جيت يا القناويه؟ والقناويه القناويه 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 القناوي ناوي القناوي القناوي ناوي ناوي القناوي، مشى السودان القناوي جاب اللوبان القناوي، عطاني وحده البنتك هتكاتي دقيتا تكرا تقادي. اهلا وسهلا. مين مين؟ فيلالي فيلالي، اهلا وسهلا الفيلالي، مرحبا. ايوا مازال غادي يكون عندك مفاجآت مع هذا الشخص هذا، لانه كيحبك، ومازال غادي تشوفي منه مفاجأة اللي تسرك. ها هو ده تاني، هو طاح عليك، هو ده داخل العتبة، وهذيك اختو بنت الحرام ما بغاتش هاد العفريته. عندو شي ختو، عندها وليدات صغار ما باغياش، ومسكين كيقول لها هضري معاها ولا ساعديني، بنت الحرام رده بالدار. فشوفي ها قلبو عقلو، ها الجسم ديالو، ها حياتك العاطفية. هاد الانسان هذا يحبك، قلبه وعقله عليك وعلى حياتك العاطفية، ويكلم احدى قريباته ولكن بنت الحرام.
لا تشجعه كتفشلو، وهاد الانسان جاي في الخط ديالك وبينك وبينه اشياء ايجابية، وهاد الانسان مازال غادي يوقف عند الباب ديال الدار ديالكم، او مازال غادي يدخل الباب ديالكم بالهدية والخطوبة. مبروك عليكي عريسيكي الخفة، تربن تربن يا عروسة، دقوا الملالين يا دق دن دق دق دن دق دق دن دق دن دق دن. سمعتي؟ ايوا سمعتي. دابا الحنطه انت عرفتي، وراه كاين واحد الابيض وكاين واحد عاوتاني عنده منصب. ها الابيض حتى هو دابا، انت هاد الابيض هذا حتى هو مازال باغي يدخل للدار وبالهديه وبالحاجات الثقيله وبالخطوبه، وها هو ده عاوتاني واحد اخر اللي عنده منصب. ايوا اختي، ها هو ده واحد، ها جوج، ها ثلاثه. يا ولدي امكم مالكم ما كتحركوش؟ ايه مالكم؟ المهم انت قلنا على الحنطه، انت سمعتي شنو قلنا عليه؟ ولكن راه كاين الابيض وكاين هذا اللي عنده منصب. ايوا واش بغيتي؟ وكاين عاد هذا السمر هذا اللي في الحظ ديالك، ولكن هذا دابا اللي حنا هضرنا عليه قالك راه كاين في الخط العاطفي ديالك، وقلبو عقلو معاك، وقلبو عقلو على حدك العاطفي، ومازال غادي يدير لك مفاجأة، ومازال بينك وبينه حاجة إيجابية، ومازال غادي يدخل الدار بالهدية والحاجة الثقيلة وبعلام الفرح. يا اش بغيتي؟ يا اش بغيتي يا كروزة؟ ها ها عروسة محلاها زينة، لالا كروزة، عروسة محلاها زينة، لالا كراز، ولا لا 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 لوجي. أهلا وسهلا لوجي، حاضر من عيوني. يعني الفالين بجوج نديرهم بصفة عامة، الفالين بجوج الاثنين. يا كلودي لوجي، عفوا حبيبة قلبي، يا هلا وسهلا. اديني إشارة، اديني إشارة يا لودي. الفالين بجوج بصفة عامة. بعد الفال ديال لودي راح نسحب لكم الأوراق يا بنات. ايوه بشكل عام حابه اعرف اللي اوكي حسن، بس غادي نركز معاك دابا. ان شاء الله غادي يكون خير. هذا الحظ ديال صفه عامه. هذه انتي بصفة عامة، إن شاء الله يكون خير. عندك عمل جديد أو أشياء جديدة في العمل أو تعامل مع ناس جدد، عندك نجاح في العمل، أخبار اللي تفرحك بخصوص العمل. لا تكوني عصبية، لا تكوني سريعة الانفعال، لا تقلقي، لا تكوني موسوسة. فشوفي هنا كتباني كتفكري من ناحية المالية اكثر شيء في الايام المقبلة، غتكوني كتفكري في المال، غادي تكوني عصبية منفعلة، هزة هم كبير لحياتك العاطفية، غادي يكون فيك وسواس كتير وخوف وقلق وشك وتوتر. اللي طالع لك بزاف هاد الفال هو العمل، فكيقول لك
إذا كان عندك مشاكل في العمل ونفسية شوية تعبانة بخصوص العمل، فكيقول لك من الآن فصاعدا، يا إما غادي يكون عندك عمل جديد، يا عمل إضافي، يا غادي تشتغلي مع ناس جدد، غادي تسمعي أخبار وأسرار خاصة بالعمل، وعندك نجاح أو فرحة بخصوص العمل، وكاين شخص أسمر غادي يدخل عندك للعتبة. الدخول ديال هذا الأسمر هذا فيه فرحة كبيرة، دخوله غادي يكون بأرزاق، بخير، بذبيحة للدار. يعني هذا الإنسان غادي يدخل للدار بالفرحة، بذبيحة، بحاجة ثقيلة، بحاجة مادية كبيرة. بالنسبة لك إذا كنتي كتسألي على أمور خاصة بعقار، فأمور مثلا كإمضاء، كتنتظري حد يمضي لك على أوراق خاصة بعقار، فهذا الإمضاء سيكون. فالعمل طلع لك، وشفتي العاطفة قال لك ما تكونيش هكا عصبية، ما تكونيش كتغضبي من الناحية العاطفية، ما تصدريش أحكام مسبقة، تيك ات ايزي، خليكي هادئة كده، وبلاش خوف وبلاش شك وبلاش قلق وبلاش توتر. تعالي نشوف للحدود. الحدود إلا كنتي مثلا باغية تسافري من بلد لبلد، سفر البعيد ما عندكش فيه خير، ما عندكش فيه خير في الوقت الراهن، فبحال لا ينصحك الفال بالسفر هذه الأيام. تيقول لك مشي هذا الأسبوع، ممكن الأسبوع المقبل غادي تكوني محظوظة مع رجل أبيض، أو غادي يجيك اتصال هاتفي من رجل أبيض، وهذا الاتصال هذا غادي تفرحي عليه فرحة كبيرة. أوكي، هذا أيضا لم يظهر لي شيء آخر، هذا ما ظهر. اوكي، غادي نعاود لك مرة أخرى ونشوف. ليليا ما عنده نهاية، غادي يكون هذا الحال ديالك وهذا الحظ ديالك بصفة عامة، إن شاء الله يكون خير. رجل بيض ناوي يدير لك مفاجأة تفرحك فرحة كبيرة. إذا كنتي حابة تعملي طاقات روحانية فغادي تظهري عليها، يعني لا بغيتي ديري بخور، شمع، رقية، فهاد الأمور هادي غادي تجيك بالمزيان. وكيقول لك ضروري أن العمل عندك فيه حاجة جديدة، العمل عندك فيه انتقال أو سفر، أو فالعمل هو اللي طالع عندك عليه حاجة زوينة. فإذا كنتي مثلا كانوا عندك مشاكل في العمل ودرتي شي طقوس ولا أدعية ولا تسابيح، ولا كان الأمل ديالك من هاد الروحانيات اللي درتي أن الأمور العملية تغير، فهي تغيرت. هنا كيقول لك هاد الأبيض هذا اللي كيشوف لك العتبة وباغي يفاجئك بحاجة اللي هي زوينة وكاين في الحظ ديالك، هاد الإنسان قلبه وعقله معك، هاد الإنسان كيحبك ولكني ما كيعبرش بالكلام على الحب ديالو، هاد الإنسان كيعبر بالفعل وقلبه معك. بالنسبة لك انتي باغية الاستقرار العاطفي، شغلك الشاغل ليس هو العمل، لا تهتمي انتي بالعمل، انتي اللي همك هو الحياة العاطفية، باغية استقرار عاطفي، باغية رجوع عاطفي، باغية لمة شمل عاطفية. تيقولك هاد الشيء اللي انتي ناوية عليه او هاد الشيء اللي بغيتي تستقري فيه عاطفيا، بعد 5 اوقات راح تستقري عاطفيا، اما بعد 5 اشهر أو شهر 5 2024 غادي يكون عندك استقرار عاطفي بعد عناء، بعد تعب. أوكي، ماذا أيضا؟ بالنسبة للعتبة فكيقول لك العتبة داخلين لها فلوس، يعني السكن اللي انت فيه فيه خير، فيه أرزاق، ولكن انت مستغلة من طرف العائلة ديالك أو من طرف الناس اللي ساكنين معك،
فحاولي انك ما تبقيش تخدمي الاخر على مصلحتك. اوكي، اذا العتبه قلنا ارزاق خير وفرة بركه، ولكن انت مستغله من طرف الاهل ديالك او الناس اللي انت ساكنه معاهم او ساكنين معك. بالنسبه للحظوظ، عندك فرحه او نجاح على كل ما يخص الطاقات الروحانيه، عندك امور جيده بالنسبه للعمل. اذا كنت مثلا عاملة طاقة روحانية بخصوص العمل فجابت الفائدة، لكن أنا لا أراكي مهتمة بالعمل قد ما أنت مهتمة بالاستقرار العاطفي، وسيكون عندك هذا الاستقرار العاطفي بعد 5 أوقات. رجل أبيض مهتم بك ويحبك ويفكر فيك ويفكر في مفاجأة لك وحاجة تفرحك، ومازال كاين في الخط ديالك. ويعني كاين ناس اللي حاسدينك، يعني ناس اللي من العائلة ديالك حاسدينك وعينهم خايبة خايبة خايبة. ايوا، هذا ما ظهر لك حبيبة قلبي ومهجتي. يا حبيبي يا حلوين وحشني غالي. خليكي معايا يا لودي، خليكي 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 هنا، خليكي اسحب لوكو يا عفاريت. خليني نسجل غادي نديرو عطر عطر بلاتي عطر الجنة. خدي ديج بيق، قبل بعدا لودي 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 من موراها عطر الجنة. خدي ديج بيك بوكس ميرا كراز أمينة ملياني مليان بيبي بيبي عالم لويزا ليليا سيليا العشق بيلا. فين ديك نور الهدى مشات؟ غيتاج غيتاج مريم نور الهدى مشات الحلاوي نور الهدى مشات الحاجب أمل ميمة رجا القناوي القناوي. شكون اللي ما سمعتش السميه ديالها تنديرو لابيل بحال احنا في المدرسه. نعاود، اللي ما سمعت سميتها تقول انا لودي عطر الجنه خديدي جبيك بوكس ميرا كاراز امينه ملياني بيبي عالم لويزا ليليا سيليا العشق بيلا ريتاج مريم الحلاوي الحاجب امل ميما القناوي. فين مشى بيك بوكس العفريت؟ بيك بوكس رفيدة. اوكي العشق بقمشة. شوفي ما هي المفاجأة التي ستفرحني وتفر أعدائي. حاضر 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 يا العشق. فينها رفيدة؟ فينها رفيدة؟ أين هي رفيدة؟ فينها رفيدة؟ ايه صافي، عاد شتك رفيدة. رفيدة رفيدة يلا الى السحب. لنسحب الان لودي.
لودي كيقول لك الفال رجل بيض قلبه وعقله معاك وكيحبك، وعندك هنا صلح عائلي او صلة رحم. وكذلك هناك رجل حنطي حتى هو راكي في قلبه وفي عقله وبيحبك. عطر الجنة يقول لك ما عرفتش انا، عندك حاجة بخصوص فلوس غادي تكوني حاملة هم امور مالية او كتفكري في امور مالية، او حابة تسمعي خبر على فلوس او بتنتظري اخبار عن الفلوس. يعني اذا كان عندك تخوف او حابة تعرفي اسرار او اخبار امور مالية، فهاد الامر هذا حتسمعيه وحتفهميه وحتعرفيه. خديديج، خديديج كيقولك عندك بشارة خير، وعندك هنا سفر من مدينة لمدينة. إلا ما كانش سفر فغادي ديري مشتريات أو غادي تكوني على اتصال وتواصل بزاف على النت. وكيقولك ردي بالك من السحر. بيج بوكس كيقول لك الصحة جيدة وعندك فرحة كبيرة مع رجل أبيض. ميرا كيقول لك عندك أمور عاطفية رائعة مع رجل حنطي، هذا الحنطي كيفكر فيك الليل والنهار وبيحبك. كرز، كرز كيقول لك اتصال هاتفي مهم بخصوص شيء مادي كبير غادي تظهري عليه وغادي تفرحي عليه. أمينة ملياني كيقول لك رجل أسمر غادي يعطيك فلوس، وكيقول لك العين والحسد عليك. بيبي كيقول لك عندك لمة شمل أو حضور وليمة أو استرجاع حقوق مالية، وعندك شخص من الماضي غادي تشوفيه كان ذكر أو أنثى أو تعارف جديد. عالم أم فدا كيقول لك عندك تطورات للأحسن، وعندك أمور عملية أو إدارية غادي توقف معاك فيها إنسانة سمراء. لويزا كيقول لك أمور ورقية معقدة، يعني إذا كانت عندك لويزا أمور خاصة بعقد بشهادة بأوراق فعندك عليها واحد التأخير لمدة 3 أوقات. ليليا، ليليا كيقول لك هنا حاولي انك ما تبقيش تدخلي في الامور ديال الناس، ماشي شغلك في الناس، اللي بغى يكلل يكلل واللي بغى يجبن يجبن، وما تحاولي تقنعي حد، ما تحاولي ترضي حد، ما تحاولي تشرحي لحد، ما تحاولي تبرري لحد. اللي بغى ينطح راسو مع الحيط ينطح راسو مع الحيط. عندك هنا انتقال او تغيير من مكان لمكان او عملية تجميل او اهتمام بالرشاقة والجمال ديالك، وكيقولك شوية ديال الرياضة. سيليا، سيليا كيقولك فلوس قلال هاد الايام وردي بالك ممكن تعرضي لشمتة بخصوص الفلوس. يعني كيقولك هنا هاد الـ7 ايام واخا فلوس قلال غادي تشمتي عليهم، يا اما تعرضي لسرقة يا اما للنصب، ومن بعدها غادي تجيك فلوس كتيرة. يعني حتى تمشي لك هادشي شوية الفلوس اللي عندك تسرقي ولا ينصب عليك فيها شي واحد، ومن بعدها عاوتاني غادي تجيك مبلغ كبير ديال المال. العشق، العشق كيقول لك مناسبة في البيت ديالك، فالعشق هو عيد ميلاد، هي حفلة، هي سهرة غادي تكون في البيت ديالك. وكيقول لك بعدها غادي يكون عندك سفر، وسفر للخارج، وكيقول لك غادي تكوني تمام التمام من ناحية ديال الجمال والاهتمام باللوك ديالك. بيلا، بيلا كيقولك جايك مبلغ مالي من المال هاد الأسبوع هذا بالعدد 2، اتصالات كتيرة من عند رجل حنطي، هاد الحنطي مغاديش يسكت من الرن عليك. ريتاج مريم كيقولك عندك صلح أو لقاء مفاجئ، وعندك لمة شمل عائلية، وكيقولك واخا انتي غادي تبغي تصالحي وغادي تصلي الرحم، ولكن الأهل ديالك ما كيبغيوكش، يعني غدارين، منافقين، خونة، يعني يخونوك، يبغيولك الضرر، يبغيولك الشر، عدوانيين. واخا انتي تصلي الرحم واخا تتعاملي معاهم مزيان، فكاين عناصر من العائلة ديالك اللي يكرهوك جدا. الله يعطيهم الحلاوه.
الحلاوي راجل بيض كيبغيك ومازال غادي يهضر معاك، وإلا كان بيناتكم خلافات او مشادات كلامية اما ديريش انتي الايموجي ديك ميرا. الحاجب كيقول لك عندك سهر بالليل وتفكير في الناحية المالية، وكيقول لك ردي بالك ممكن تعرضي لطاقات سلبية هاد الايام يا الحاجب. امل ميما كيقول لك راجل حنطي غادي يزوركم في البيت قريبا، يقدر يكون هذا الحبيب. الا ما كنتيش مزوجة فهي خطوبة او تعارف، فالانسان هذا اللي هو حنطي غادي يدخل للعتبة ديالك وغادي يعبر لك عن الحب والتشبت ديالو بيك. وإلا كان الرجل ديالك هذا راه غادي تعيشي معاه الحب والعشق والغرام. القناوي ناوي ناوي القناوي غادي تكوني محظوظة في الأرزاق، يعني انت الأرزاق ديالك ما شاء الله. فالنصر لك، الأرزاق لك، شيء ثمين جدا غادي تحصلي عليه في القريب العاجل. رفيدة رفيدة، تطورات وتغييرات إلى الأحسن، وحصول على عقد أو رخصة أو شهادة، أو إذا كنتي كتسني شي حد يمضي لك على أوراق فالأوراق ديالك ستمضى. وكذلك ردي بالك ما تبقيش تاكلي بزاف، يوم ما تطبزيش. إلا كنتي طبوزة راه قال لك ديري شوية الريجيم وديري شوية الحركة وطريدي، راكي ربيتي ديك الكريشة ودلدلتيها قدامك، درتي لها بحال المخدة. سمعتي؟ ايوا هذا ما هذه جهدي عليكم. يلا تعالي يا العشق نشوف لك. تضحكي زعما انت راكي رشيقه، ما شتيش راسك هذيك العفريته. خلاتكم كضحكوا بوحدكم، هي كاع خرجات كاع ما سمعات الفال ديالها. رفيده مشات، ضحكوا نتوما. ويلا نشوفوا المفاجآت اللي ممكن تكون عندك في هذا اخر السنه. حضره كتبان لي سميتها، راه درنا لك الفلا بقبوقس ما كنتيش. قلت لي راني سمعت. اي جيف يو يور كارد تشانس، يو ماست جو ان ذا فيرست لايف اند ليسن نوت ات اول. يور ويلكم. سكتي انت ديك العيش ما بقيش تضحكي، غير ضحكات نبلوكيها. سكتي ولا غادي نضل نهضر معاكم غير بلونجلي، اللي بغات تفهم تفهم، اللي ما بغاتش تفهم كاع لا تفهمش. فغادي تكوني انت هادي العيش. شنو هي المفاجآت اللي ممكن تصرى في الحياة ديالك في نهاية هاد السنة؟ حاضر كده ضحكات غير ويه خافت. هي دارت غير هي ما هي المفاجآت اللي ممكن تحصل في آخر هذه السنة للعشق؟ مفاجآت عاطفية، مفاجآت بخصوص انتقال أو تغيير من مكان لمكان، ومفاجآت كذلك في أمور عاطفية، ومفاجآت حظوظ أو عروض غادي تبان قدامك، ثلاثة ديال العروض قدامك، ومفاجأة خاصة برحلة سياحية أو سفر من بلد لبلد. فهادو هما الحاجات اللي بانت فيهم مفاجأة. إذا بان انتقال من مكان لمكان، أو ممكن عملية تجميل، ومفاجآت عاطفية، وعروض أو ثلاث عروض غادي تقترح عليك،
ومناسبة غادي تحضري لها، مناسبة سعيدة غادي تحضري لها، ومفاجأة خاصة بسفر أو بالبلد البعيد. حبيبة قلبي ومهجتي وفؤادي، هادوك باش غادي تقهري الأعداء ديالك، هي بنجاحك في العمل ما يقهرهم. إلا بغيتي تحكيهم العديان ديالك، إلا بغيتي هي تنجحي في الخدمة في العمل، العمل حيت العديان ديالك ما باغينكش تنجحي عمليا. سمعتي؟ هو وريهم الشغل كي داير، نوضي خدمي مع راسك إلى الجهاد، إلى الجهاد. سمعتي؟ وهذو هما المفاجآت اللي ظهروا لي انا. اش داكشي يا خدي ديش؟ نعم اخدي ديش، ايه نعم نعم صباح ما جاتش مسكينه، راه اكثر من سيمانه هادي اسولو في هذوك العفارت، سولو في صباح فاستبغى الفال. اجي نديرو لك الفال لمن بغيتي الفال، عيشة ومشيشة لالا، عيشة الدرويشة لالا، مولات المرجة لالا. قال ليك بغا يسول على ايه؟ اعطيني السمية ديال هذيك اللي بغيتي تسول عليها، اعطيني سميتها واللون البشرة ديالها. كيضحك شا غريب واش دابا داك فاس جا غريب هاد الجو هذا. قال نارين ما كنتش عارف كاع واش كاين هاد الشي. بغات وحدها، واخ حاضر من عيوني حاضر. واللون البشرة ديالها بيضاء، بيضاء سمراء حنطية. وفاطمة والمرضية، هكا فاطمة ايش عيبية راني كتبتها فضحتيها مسكينة. صافي اللون البشرة ديالها، وفاطمة والمرضية هكا يكونوا بنات رجال محضية، وفاطمة والمرضية هكا يكونوا بنات رجال محضية، وفاطمة والمرض. ايوا قولنا شنو اللون البشرة ديالها يا العفريت. دابا انت غير انت ريفي ياك. يا ويلي شحال كتبها من مرة. بيضة، بيضة حاضر من عيوني. دابا هو كيضحك لي ما جاه غريب هاد العالم هذا. كان ناري هاد المسخطش كيديرو هنا، ما كانش هو دابا شنو كان كيعرف بان اللي كيشوفوا الكارطه خصهم يمشيو حتى للدار، يدقوا على الشوافه في الدار. ولاد الحرام كاين هاد الشي باغ انترنيت زوين والله، لا بلا ما نتعذب، بلا ما نمشي، لا نشد المركوب وعاد نمشي انا. يا بلاتي نشوفو لك فاطمه بنت الشعيبيه، غادي نضرب لك الطر والبندير تسناي. كتسمعني هي؟ كتسمعني هي يا فاست؟ فاست هي كتسمعني؟ كزاوي انت ما بليش كزاوي يا خويا، انت ماشي كزاوي. سكت سكت ما تكذبش انت ريفي. كتسمعني هي ديك فاطمة؟ هل هي في الاستماع؟ هل تسمعني؟ اه راه سمعت، قال لي بيضة. بغيت غير نشوف واش كتسمعني باش ندير نوجه لها الخطاب. عالم كيضحك ناري تحفة انت.
آه كل شيء تطور. لا راه ريفي ريفي كتسمعني واسمعي يا لاله فاطمه. لاله فاطمه تيريري، لاله فاطمه تيريري، لاله فاطمه عالربي كلمه، لاله فاطمه لاله فاطمه لاله فاطمه عالربي غير كلمه. قلتلك سلام الخير ما رضيتيش عليا، قلتلك سلام الخير ما رضيتيش عليا، مغرومة بالغير ما حسيتيش بيا، انا مزوق فيك قولي لي غير كلمة. فاطمة تبرد ناري اللي قادية فيا، اللي قادية فيا يا فاطمة. وياجي يا اختي فاطمة نضرب لك الطر والبندير، تعالي حدايا. هادي انتي الحظ ديالك، ونشوفوا المستجدات اللي ممكن تكون عندك في الأيام المقبلة، سواء صحة، عمل، عاطفة، أرزاق، سكن. انتي بعد عطيتي بالظهر الام لا اله الا الله، انتي انسانه عمليه. الا كنتي كتدرسي، الا كنتي كتقراي او كتشتغلي، فهذا هو الاساس عندك، كتهتمي بالدراسه او بالشغل ديالك اهم شيء. وكاين واحد العنطيز كيبغيك كيحبك، واحد السمر ياك، هاد السمر هذا انتي عزيزه عليه وكيبغيك وعندك معاه الخير. سمعتي؟ إلى فاتلك كان عندك مشاكل في الرحم، في مسالك تناسلية أو بولية أو كلي أو مناطق حساسة، فالصحة يعني عندك تشافي، عندك تشافي. ومن الناحية العاطفية مازال غادي يكون بينك وبين واحد الإنسانة سمرة هضرة وكلام على رجل مسؤول أو رجل عنده منصب كبير. أوكي؟ أنا راه ما عارفكش واش مجوجة ولا ما مجوجة، فانا كنعطيك الاحتمالات كلها. صافي، اذا قلنا انت عاطيه بالظهر، ما كيهموكش الناس، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، اللي بغى ينطح راسه مع الحيط ينطح. المهم انت ما تديهاش في ام لا اله الا الله، تديها في الدراسه ديالك او في العمل ديالك. اوكي، كاين الاسمر اللي كيحبك وكيبغيك بزاف. اوكي، هذا الاسمر هذا بعيد عليك ولكني كيتجس عليك، كيراقبك، لاباس عليه، عنده فلوس، عنده خير، عنده الحاجة الثقيلة. اوكي، وكاين هنا شخص اللي هو مطلقة، مطلقة واخا واخا وكاين هنا وحدة غادي تهضر لك على شخص عنده مركز كبير، حتى هذا باغي، ومازال غادي تفاجئك هاد الانسان، هادي غادي تفاجئك لما غادي تهضر لك على هاد الانسان هذا. الناحيه العاطفيه، العاطفيه بانوا لك جوج ديال الاشخاص، بان لك السمر وبان لك راجل اللي هو مسؤول، اللي عنده منصب كبير غادي تهضر لك عليه واحد الانسانه. اما هذا السمر كيبغيك، يقدر الا كنتي مثلا موظفه او عامله فهو معاك في الوظيفه، الا ما كنتيش موظفه او عامله فممكن يكون كيشتغل في الامن، في الدرك، في الجيش، في القوات المساعده، بس لباس خاص في العمل ديالو، لباس ديال العمل. وهذا السمر هذا عنده سياره فخمه، عنده فلوس، عنده ارزاق، هذا الانسان هذا مهتم بك وكيشوف لك الحظ ديالك. انت انسان متبوعه على الحظ ديالك، يعني العين والحسد عليك. الا كنتي كتسناي وراق، الوراق غادي تسهلوا لك في شهر 12 اواخر 11 وبدايه، يعني من الان لشهر 12 اي امر خاص بالاوراق عقود يتسهلوا لك. اوكي، عندك امور جديده او مصادر جديده للحصول على اموال، يعني حتى الا كانت الفلوس ديالك كتجيك غير من مصدر واحد، لا، الان عندك مصادر جديده للحصول على اموال. هذا اللي ظهر لك. دابا غادي نشوفو الدار العتبه. فهنا السكن ديالك كنشوف يعني مزيان، حتى الا كانت قبل
كان عندك في السكن مشاكل، او كانت كيتهرسوا لك المواعن، او كان كيوقعوا مشاكل، ولا لا يعني قبل؟ لكن مني دخل شهر 11 بديتي كتحسي بالارتياح في العتبه اللي انتي فيها، بديتي كتحسي بالبركه بالوفره بالخير. فمن ناحيه السكن كاين عندك استقرار في السكن، وكاين هنا شخص حنطي اللي واخا يكون بعيد عليك كيفكر يجي لعندك او كيفكر يزورك هاد الحنطي هذا. ومازال هاد الحنطي غادي تاخدي منه فلوس، وهاد الحنطي الا كنتي مخاصمه معاه فمازال غادي يبغي الرجوع والصلح معك. وإلا كان الطليق ديالك حنطي وعندك معاه ولاد فالرجوع قريب جدا. دن دن قولي لي ما بقيتش حملته، ما بغيتوش يبعد عليا، الله يعطيه مصيبة ضربه. هي ولا كان عندها معاه ولاد وكان هذاك الطليق حنطي راه باغي الرجوع. عفوا وفاطمة والمرضية هكا يكون بنات رجال محضية، وفاطمة المرضية هكا يكون بنات رجال محضية، وفاطمة المرضية هكا يكون بنات رجال محضية. بلاتي نديرو لها الفل ديك فاطمة باش تجوز. ها زينة البنات ها هي، ها الهمة والشان ها هي، قطيب الخزران ها هي، محجوب عليك لالا فاطمة، وتبارك الله عليك لالا، العاشق في النبي صلي عليه، اللهم صلي عليك رسول الله، اللهم صلي عليك رسول الله. عروسة محلاها زينة لالا سلطانة، عروسة محلاها زينة لالا سلطانة، ولالا سلطانة. قلت لكم خديجة كنحبكم البقرات، قلتها لكم خديجة، قلت لكم أحبكم أيتها البقرات. الضحكات سمعتي 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 لا لا واش سمعتي المدونة؟ لا نقولها ليكم صافي، غادي نسدو هاد اللايف. اشنو بغيتو البنات اختاروا؟ واش تبغيو ندير لكم فال واحد ونهضر على كل شيء، ولا نبدا نسحب لكم الورق حتى يتقاضى؟ عفوا قالت لها بلا مواح 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 البقراد خديجة. السحب حتى تسالى، واخ اللي طلع الاسم ديالها غادي نسحب لها حتى تسالى. صباح ما عرف فين مشات مسكينة، فين بيقبوقس؟ نعستي يا بيقبوقس، ما عرف فين مشى العفريت. لطيفة الجواب على السؤال اللي حتي اللي حتيتي. واخا دابا ندير لكم هادي الجواب اللي حتيت. خصني ندير لكم الجواب. واش كاين بلاتي نسحب لكم واحد نص الاوراق ندوزكم، ومن بعد ندير لكم واش شكون اللي عندها خطوبه قريبه. شكرا خديديج اللي فكرتيني كننسى. فغادي يكون هذا السحب ديالك خديديج، كيقول لك فلوس قليله هاد الايام. ميرا كيقول لك عندك من سفر من مكان لمكان مسافه قصيره. بيج بوكس كيقول لك انت فلوس قليله هاد الايام. سيليا مازال غادي يكون عندك اخبار من البلاد البعيده، ولا سفر، ولا تعامل مع اجانب. ميرا كيقول لك غادي تكتشفي امور كانت مخبيه عليك. عالم ام فيدا كيقول لك صلي الرحم تواصلي مع الاهل. ليليا كيقول لك راجل حنطي عندك معاه صلح او لقاء او عزومه.
امل ميما كيقول لك غادي تكوني مهتمه بالامور العائليه وبالدار. بيلا كيقول لك عندك بشاره خير هاد نهايه شهر 11. عالم ام فدا عندك تطورات وتغييرات الى الاحسن. بيلا كيقول لك عندك هديه او غادي تشري حاجه اللي هي كبيره. بيج بوكس كيقول لك ما تديهاش في الهضره ديال الناس. خديجه عندك فرحه فوز نجاح خطوبه او زواج قريب. عالم ام فدا كيقول لك عندك فرحه على ولادك. خديديش كيقول لك نهار 3 جايك مبلغ مالي كبير بالعدد 3. رفيده كيقول لك غادي تكوني مرتاحه عاطفيا هاد الاسبوعين او عندك امور عاطفيه غادي تحصل لي غادي تعجبك او غادي تحسي بالحب والحنان والرقه ولا غادي تعيشي هاد الاشياء هادي. ليليا كيقول لك راجل حنطي كيعزك. سيليا كيقول لك حضور مناسبه او حفل خلال اليومين المقبله. عالم كيقول لك مازال غادي يجيك هاد اليومين مبلغ مالي كبير. ميرا كيقول لك الصحه في تحسن. خديديج لقاء او صلح. ليليا زياره صديقه ليك. ميرا كيقول لك شي حد غادي يخونك. بيلا تعرضي للسرقه او نصب او احتيال او استغلال هاد الايام. رفيده رجوع صلح او حضور وليمه او لمه شمل. حنان الحلاوي اتصال هاتفي مهم. حنان الحلاوي شخص اسمر غادي يوقف بجنبك وغادي يكون كيساعدك الايام المقبله. شكون اللي ما شفنا لهاش؟ سيليا كيقول لك راجل بيض مازال غادي تستفدي من الارزاق ديالو. خديديج كيقول لك ديري شويه الرياضه البقره. عالم ام فدا كيقول لك غادي تكوني محظوظه يوم الاربعاء. بيك بوكس كيقول لك هون على نفسك ما بقاش تقلق نفسك وارتاح مع راسك. تبقاش تعقد الامور. شكون اللي ما شفنا لهاش؟ صافي شفت لكم كاملين. يا بلاتي ندير لكم شكون اللي غادي يكون عندها خطوبه قريبه. شكون اللي غادي تكون عندها خطوبه خلال الشهرين المقبله، شهر 12 وبدايه العام الجديد، شهر 1 12 شهر 1. شكون فيكم اللي غادي يكون عندها خطوبه؟ الاختيار، اختاروا. وحده كاتبه لي دابا في الواتساب انا من المتتبعات ديالك وكتصوني عليا. شنو دابا ديري لهادي؟ واش ماشي تضربيها؟ قالكو باغياني ندير لها الفال دابا. صافي اختاريتو، غادي نشوفو اللي اختاروا الشمعه الخضراء الخضراء. شكون اللي اختارت الشمعة الخضراء؟ ايه وانتي غادي تزوجي وتولدي دغيا 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 غادي تجيبي الولاد ما شاء الله تبارك الله ومع الولاد مع الرزق. شكون اللي اختاروا الخضراء؟ تقول انا سمسمة غادي تخطبي العفريته. ايه واللي اختاروا الخضراء صافي غير هذيك سمسمة هي اللي غادي تخطب. انتم دابا شوفوا نشوفوا شكون اللي عندها خطوبه ومن بعد نشوفوا شكون اللي عندها زواج. شكون اللي عندها خطوبه في 2024؟ يلا اختاروا ما بين الشمعه البيضاء والزهريه. اختاروا ما بين الشمعه البيضاء والزهريه على النيه. نشوفوا شكون اللي غادي يكون عندها خطوبه ومن بعد نديروا الاختيار ديال عقد قران. شكون اللي ممكن تكون عندها خطوبه في 2024؟ وحل واش ينسك البال واش ينسك البال محال اسمك يتمحى. محال ينسك البال غبت انت يا وبقى الخيال
ويلي ويلي وبقى الخيال شغلي في مسا وضحى، محال ينساك الباب. غادي نشوفو اللي اختاروا الأبيض. ايه واش عندكم شي خطوبة؟ هاش عندهم شي خطوبة في 2024؟ لا 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 يا حبايب قلبي، فيش يا حبايب قلبي. اللي اختاروا الغوز، اللي اختاروا الغوز هما اللي عندهم الخطوبة. دابا غادي نشوفو شكون اللي غادي يكون عندها عقد قران، لا خطوبة ولا شي ديسكريدي، نيشان ديريكتومون يكون عندها عقد قران. ايه صحاب الغوز، ايه يا سلام، يس 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 يس. دابا غادي نشوفو شكون اللي غادي يكون عندها عقد قران. ما كاين لا نيشان، ما كاين لا خطوبه، لهم يحزنون النيشان العقد القران. طين يا شكون اللي غادي يكون عندها عقد قران؟ اختاروا ما بين الخضر والابيض البنات على النية ديال شكون اللي غادي يكون عندها عقد قران ل 2024. غادي نشوفو اللي اختاروا الخضر واش عندهم شي عقد قران. لا ما عندكمش عقد قران اللي اختاريتو الخضر، غادي تبقى غير الخطوبه. الا جاتكم الخطوبه قبيله تبقاو غير في خطوبه العام كله. ايه واش تي دابا اللي اختاروا الابيض هما اللي غادي يكون عندهم عقد قران؟ اه واخا ما يكونش عندهم خطوبه نيشان، غير يدخلوا يجيبوا لهم العدول. ما بين الله عجبها الحال. منكم يا عفاريت، رجاء كيوصلك الصوت معطل. المهم الخطوبه ماشي مشكل، المهم العربون. جاك العقد القران خديجة، مبروك عليك مبروك عليك يا مبروك عليك خديديج، يا مبروك عليك خديديج. تيري ري 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 تي تيري تيري تي تي. بغيتي تقتليني يا لويزا، ما بقيتش فيك زعما. واش انا ما تنعياش؟ انا مصنوعة من الحديد. انتي لا خطبه لا زواج سيليا، مسكينه. ايه واش غدير؟ تسني تسني دورك. ايه ما عندك ما ديري، داكشي ما طلع لك المغرب. عندك حتى الغدا ان شاء الله. اي عفوا عفوا. ايوا شوفوا البنات نخليكم ان شاء الله نعس الراحه، تفيقوا ان شاء الله كلكم طاقه ايجابيه وحيويه ونشاط، ونهاركم يكون سهل مهل ان شاء الله. ربي يحقق لكم جميع الاهداف ديالكم. تهلاو في راسكم، حبوا نفسكم، حبوا الخير للاخرين، نشروا طاقه حب واستقبلوا طاقه حب. شكرا للتواجد ديالكم، للتفاعل ديالكم، للدعم ديالكم. كنبغيكم بزاف. مواحات 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 لكل واحدة منكن. شكرا لكن، شكرا بيج بوكس بيقي بوكس على الحضور ديالك. دابا بقى لكم غير شهر. بيج بوكس هو واحد تحفة في اللايف اللي فيه البركة، اللي مازال عندكم حظوظ انكم تتخطبوا او تزوجوا. من بوست بيج بوكس، بيجي بوكس من بوسته 10 بوسات وقالت له 10 بوسات هذه لك،
فستخطب أو تتزوج قبل نهاية السنة. فقبلوه قبلوه حتى يحصل المراد، فيه بركة، وإن أعاد لكم القبلة فهنيئا لكن بالزواج من الزوج الصالح. هجوم عليه من أرادت أن تتزوج أو أن يحصل لها خطبة فلتقبله. جاهز جاهز، يلا اجهز، قبلوه، يلا اجهز، استقبل استقبل يا حبيبي، استقبل يا عمري. هاي عطال العشق بعد العشق، هي اللي غادي تتزوج في الاول، غادي تخطبي العشق انتي الاولى، صافت لك انتي الاولى، بعدك اللي غادي تخطبي، ها العشق الاولى بعدا سنيالها، مبروك عليك ليليا المرتبة الثانية. مين شكون اللي بوساتو؟ صافي غير جوج اللي بوستو. ويلي ويلي ويلي، بيلا مشات باست لويزا، اش انت بغيتي تزوجي لويزا؟ صافي غير جوج اللي غادي يتزوجوا بيك بوكس، حشومة عليك، وخدي ديج صاحبتك كاع ما بوستيها، خدي ديج هي الاولى. وميرا، ميرا مشات تنعس، قالت لكم خديجة احبكم يا البقرات، درتين يا ورا، النية هي كل شيء، هادوك ما فيهمش النية، عبرتي عليهم، صافي قالك ما فيكمش النية، هزكم الماء. شتي صبعها هضر، راه عطاتك كتر من 10 د القوبال. مبروك عليك، اخدي ديج، اخدي ديج بعدا، فكينا واحد ثلاثة كير صرتهم. صرفهم ما كيردش الصرف، ما كيعاودش، خداهم ونسى، راه بوستك خديجة، غير انت صرطيهم نسيتي، جاوك فتيين دوك البوسات، دابو كاع ما حسيتي بيهم، درتي لهم الله، بلعتيهم. عالم ام فدا، اش اش كتبات عالم ام، راه بوستك عالم ام فدا، قالت لك لبنتها هي عالم ام فدا، قالت لك راه عطاتك القبال على النيه ديال الزواج ديال البنت ديالها، قبلها يا بيجي بوكس، قبلها، ارسل لها القبال، بنت عالم ام فدا، حتى يتحقق لها المراد. مولاي الشريف رضوان، هو عطاك البوسات وفوقهم الحلوى، سير وليدي على الله. ايه وانا وغزالي، هي لالا، انا وغزالي في جبل لقط الرمان، انا وغزالي، هي لالا، انا وغزالي في جبل لقط النوار، انا وغزالي، هالي اهنا هالي. قالت لك ابيك بوكس، هذوك البوسات راه من فداء، هذوك البوسات من فداء، بوستك فداء 10 بوسات، فرجع لها رضوان البوسة نتاعت القبول، ستتزوج ابنتك في بداية 2024 إن شاء الله. أنا وغزالي، هي لالا، أنا وغزالي في جبل قطر الرمان، أنا وغزالي، هي لالا، انا وغزالي، الهي 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 الهي، ما عندك والي، رقد رقد رقد، ايوا خليت لكم راحة الله، نعس الراحة، ربي يغنيكم من عنده ويرزقكم كل ما نويتوه في خاطركم. واحد، الى اللقاء.